صباح الخير قولي، قولي صباح الخير أمينة. أهلا بغاف، شاي شنو هذا؟ نبوسة؟ سير يلا مهم الأصدقاء، دابا غادي نديكم الدار اللي خدينا إن شاء الله. عادشي راه ناضش عليها الوبال الصراحة، سير جري هنا قد هنا قد هنا قد هنا، داك الشيء اللي تعطلنا وهذيك اللي كنا وريناكم واحد النهار ما بقيناش خديناها لحقاش لقيت فيها بزاف الحوايج خايبين. وهاد الدور هادو بحال كنقول لهم حنا في المغرب كيكونوا سومي فيني، او اللي كيقول لهم دار كحله، كتشريها كحله وكتعاود تصلحها وكتقاد فيها المسائل داكشي. هادي هي اللي دابا خدينا ان شاء الله. غنمشيو دابا تصاقر طرقات المسائل الوراق المسائل ديالها كلشي بقاد الحمد لله دابا حاليا. شو دابا نوريو لكم، واخا فيها الخدمه بزاف الصراحه دابا حاليا، اللي غادا تاخذ ليا تقريبا واحد الوقت بزاف باش غادي نخدمها، حيت تقريبا واحد 85% انا اللي غادي نصلحها الى ربي خلى العمر صافي. هادشي اللي كاين الاصدقاء لحقاش، كيف قلت لكم 85% انا اللي غادي نصلحها كامله. عاد شي حوايج اللي صعاب عليا غادي نجيب لهم الناس المكلفين بهذه القضيه. باش نقول لكم واحد الحاجه، ملي كيكونوا هاد الدور كحلين اولا سومي فيني بحال كيف كنقول لهم في المغرب، راه كيكونوا بحال ديال المزاد الاصدقاء، كيكونوا هنايا في بريطانيا، الناس عارفينهم ديال بريطانيا، كيكونوا بحال هكا. انتم شوفوا كاين واحد البرنامج سميتو هومز اندر ذا هامر، واحد البرنامج فيه راه كيكون بحال هكا، كيشراو ديور بحال هذا الشكل هذا كيف كيبان لكم، وكي كيرجعوا بحال هكا. المهم كيف شفتوهم بحال هكا كيكونوا الديور تقريبا راه واعرين واعرين، شي حاجه اللي زوينه الصراحه. المهم خلوكم معنا، غادي نمشيو للدار ان شاء الله ونكملوا الفيديو. المهم هذه الجرده اللي كاينه قدام دابا حاليا باقا ما مصلوحه ما والو الاصدقاء، كيف عارفين شنو ورا لكم هنايا. هذا هو الحي، هذا الفستان هذاك الصفر اللي كيبان لكم، هذوك هما اللي كيكونوا ديال الدوله، هذو هذوك ديال الدوله اللي كيكونوا بهذاك الصفر ديال الدوله، فوالا ديال الكونسل هاوس الاصدقاء، راه الناس ديال بريطانيا راه عارفين. هذا هو القدام ديال الدار، باقا ما مصلوحه ما حتى شي حاجه. ندخلوا لها دابا لداخل ان شاء الله. الدخله كاين هذا الباب هو الاول، ستو هذا مول ديال الدخلة، كاينة البلاصة هادي، الدخلة ديال الدار هي هادي، عفير راه خدام مسكين. هذا الصالون، الصالون جي ديالو غادي يكون إن شاء الله، راه كبير تبارك الله. هذا الدروج باقي ما مفيكسين ما والو، راكم عارفين غادي يدور اليوم واحد الموكيطاج، انا غنشرح لكم شنو غادي يكون ان شاء الله. كوزينه هي هذه، حمام ما بيش كبيرش بزاف ولكن هانيه ماشي مشكل. هادشي كامل غادي يتبدل ان شاء الله، هادشي كامل غادي يتبدل حتى الارض غادي تبدل ان شاء الله. حتى الارض ديال الدار غادي نوريه لكم حتى هو ان شاء الله. المهم في الخرجه الاصدقاء نوريكم شنو كاين ورا الدار هنا، ما تحكموش عليها دابا حاليا الاصدقاء، حيت باقي بزاف حوايج غادي يداروا ان شاء الله. هذا هو غادي يدار لي المرطوب كامل، هذا هو ان شاء الله. عاد كاين هاد البيت هذا باقي ما ماشي بيت انايا، بحال تقولوا نحطوا فيه داكشي اللي ما محتاجينوش ولا شي حاجه اللي كنحتاجوها مره. هادشي كامل هو غادي يدير لي المرطوب وغادي تصبغ، غادي تحيد داك الشرجم، غادي تبدل القضيه كامله. هذا راه كبير تبارك الله، هو خصو هو المرطوب ليه. المهم الديور اغلبيه كيبقى بحال هكا، الواحد على قد جهده وصافي. شي كامل غادي تبدل مع المده ان شاء الله اللي باغي نشرح لكم. المهم هذه هي الجرده اللي غادا كاينه ديال اللور، هي راه ما كاينش دابا حاليا. هاد البلان هذا اللي باغي نقول لكم، هنا راه غادي يتبنى، هذا راه غادي يتبنى كامل، غادي يتشرك مع الدار ان شاء الله. وانا غادي نقول لكم شنو غادي يدار، غادي نطلع الفوق وغنقول لكم شنو كاين ان
شاء الله فاش غادي تكون الفلوس الاصدقاء تكونوا واضحين. هذه البلاصه هذه في واقف انايا قلت لكم غادي تبنى كامله وغادي تشرك وغادي تولي بحال شي بيت اخر غادي تزاد وحمام اخر غادي تزاد عوان. دابا كاين ثلاثه البيوت غادي يوليو اربعه البيوت ان شاء الله وحمام. انا غادي نشرح لكم شنو كاين هذا الشيء كامل اللي كيبان لكم. هذا هذا غادي تشرك معاه من تما الفوق ديالو وغادي نوريكم كامل شنو غادي يطرى. المهم نطلعوا الفوق وغادي تفهموني مزيان شنو كنعني ان شاء الله. Good girl. It's very dirty, Daddy. Isn't it? Very dirty, Daddy. Thank you very much. Ready, nice and clean. الأرض الأصدقاء كنا بغينا نحط هذوك الموكيطات. الساعة مع بنتي عند الحساسية وراكم عارفين في هذيك الأزمة ما غاديش ندير الموكيطات نهائيا. غندير داك العود الأصدقاء اللي غادي نفرشوه إن شاء الله هنا في الأرض. غنفرشوه في الدار كاملة غير الدروج اللي غادي يكونوا موكيطات. لحقاش الدروج ما تقدرش تحط فيهم العود. غادي الواحد يكون لابس تقاشر ولا شي حاجة غادي يولي يجيب الربح زالق ولا شي حاجة. حيت العود كيزلق شوية في الدروج إلا كان شي واحد لابس تقاشر. داكشي علاش الدروج غادي ندير لهم غير الموكيطات هما الوحيدين اللي غندير لهم موكيطات. اما الموكيطات هنايا ما غاديش نديرهم نهائيا على قبل بنتي باش ما يجمعوش الغبره وهي فيها الحساسيه. هذا هو البلان اللي كاين هنايا. وفي الكوزينه ان شاء الله راه غادي نحطوا داك الجافلاكس على الاصدقاء هو اللي غادي يتفرش هنايا في الكوزينه. هو والحمام غادي تحط الجافلاكس. هذا الجليج غادي تبدل حتى هو كامل. هذاك غادي نولي الكولور ديالو. الصباغ غادي تبدل كامله ان شاء الله. فهاد الصالون وصالون جو المسائل غادي تبدل كل شيء. السقف هو غادي تبدل كل شيء. هادشي اللي كانوا الاصدقاء يعني هادو هما اللي دابا حاليا الحوايج الاساسيه اللي غادي نبدل. كيف قلت لكم الاصدقاء هادو هما الحوايج الاساسيه اللي غادي نبدل اللي غادي نبدا بهم دابا تيجيب الله عاوتاني الفلوس وشي حاجه بحال هكا ونبدا عاوتاني نكمل في هذيك الزياده ديال البني. وهذيك ديال البني ماشي دابا غادي تكون بصراحه غادي تكون من بعد تربي يسهل الامور ان شاء الله عاد غادي نبدا. اما دابا الحوايج الاساسيه هي الصباغه زائد الارض خاصها تفرش بداك العود اللي قلت لكم زائد دروج موكيطاج والفوق حتى هما البيوته بداك العود ان شاء الله. المهم هادو هما الدروج الاصدقاء باقي قدام هكا طارت منهم الصباغه طارت من المسائل. المهم هما اللي غادي يدار فيهم موكيط غادي يطلع الموكيط هذا كامل حتى لهنايا في هذا الباساج هذا الاصدقاء غيكون فيه الموكيطات. البيوته غادي انا نوريهم لكم دابا. الى عقلتوا على الشرجم اللي قلت لكم الاصدقاء هو هذا. هاد الشرجم اللي غادي يطلع البنايه غادي تطلع من لهنا من هذاك البودرات اللي كيبان لكم تما هذاك غادي يطلع كامله من تما. وهذا الشرجم هذا غادي يتحول باب. هذا هو اللي باغي نحولوه باب ان شاء الله. هادشي كنقول لكم ماشي دابا حتى ربي يسهل الامور ان شاء الله ونتفيكساو هنا مزيان عاد نديروا هاد القضيه هذه. المهم باب غادي يكون هنايا كبير غادي يدار على هذا على داك البنايه اللي غادي تبنى زائد غادي تشرك. انا غادي نوريكم دابا البيوته. هذا بيت ديال الضياف غادي يكون ان شاء الله دابا حاليا غادي يكون ديال الضياف هذا زائد. تخيلوا معايا هذا البيت هذا غادي يتوسع بزاف غادي يتوسع بزاف. ديك الساعه هذا غادي يتبدل ما يبقاش ديال الضياف يقدر يكون ديالنا يقدر شي حاجه بحال هكا حتى راه حتى لهذاك الحد كيبان لكم حتى لهذاك الحد. وهنا عندنا خير النص حنايا حيت النص الاخر ديال الجيران. المهم من هذا النص هذا عندنا حتى لهذيك البودره اللي هي هذا كله غادي تبنى يعني شحال ديال الزياده غادي تزاد تبارك الله من ديك البودره حتى النص هنايا غادي تزاد النص حتى لذاك الحائط فين كاين الله هو النص ديالنا تما يعني لهيه هذا ان شاء الله غادي تزاد يعني وغادي تدفع عاوتاني لقدام. هذا اللي كاين. المهم كاين هذا الباساج هذا كيف قلت لكم زائد هذا بيد الاميره بيد الاميره حتى هو على برا كيشوف. والبيت ديالنا حاليا راه غادي يكون هو هذا الاصدقاء ان شاء الله الى بغى الله. وهذا عقلتوا على هذا الاصدقاء مول. هذا هو البيت ديالنا دابا حاليا والكبير دابا فيهم. الصباغ غادا تبدل حتى هي كامله
زائد الارض غادي تحط فيها العود. هادشي كامل هاد العود غادي نديرو على قبل الاميره باش ما يكونش الموكيطات. يعني الموكيطات الوحيد البلاصه الوحيد اللي يكون فيها هي هنايا والدروج، حيت على قبل الاميره راكم عارفين كيف قلت لكم فيها الحساسيه. صافي هادشي اللي غادي دار ان شاء الله. وعندنا هاد اللعيبه هادي اصلا ديجا كاينه، حطات فيها الويز هاد المسائل هذا. هادي كاينه فهاد الباساج هذا اللي حدا ما بين البيوشا الويز. لاباس لاباس. المهم خلوا الويز سي يشرح معنا. حيد المفتاح ما كان جا هذاك السيد اللي كان كيعبر لينا الله كنا داير الماسك. فرحانه finally been waiting for this house anyway. وي بزاف كيف قلت لكم في الاول قلت لكم كنا كنتسناو في هذا الدار اللي باش ناخذوها، راه مشاكل ما ضتش فيها الصراحه. اللي كنا مهتمين هو بالمدرسه والطبيب وداك الشيء ياك لويز. شنو هو يا تقريبا كل شيء ما نحتاجوش الطوموبيل. دابا على قبل الاميره راكم عارفين يعني حاليا بدلنا الراي غتبدا في المدرسه بعد حاليا هي هنايا تيسهل الله ديك الساعه الا كانت شي حاجه في المغرب وتقاد الامور ديك الساعه مرحبا. حاليا دابا راه قرابين من المدارس ديال الامانه تقريبا حدانا تقريبا هنا حدانا حدانا ثلاثه المدارس ياك ثلاثه وي هابيل تو برايمريز ون كول جينيسيك. المهم ثلاثه اللي كاينين جوج وحده سميه اخرى هي المهم ثلاثه اللي كاينين هنايا زائد الطبيب. الطبيب هو غير حدانا. الطبيب كيتسمى بحال كنقولوا حنا سبيطار الحومه. السبيطار كيكون على ذاك الكارتي هو راه حدانا فيها على رجليك راه هو مع الدوره حدانا حتى واحد السكوير الاصدقاء ديال شوبين الاصدقاء كلهم حدانا يعني كل شيء تمشي لهم على رجليك. هذا ماركت كبير انا كنقول لك بحال باغي تقول مرجان ولا شي حاجه الحاجه اللي كبيره هي اللي بعيده عنا بشي 5 دقائق. ولكن اهم حاجه اهم حاجه اللي مزيانه شكون اللي قريب لينا. We can walk to Lindenfeld. I just want to say that. It's my mom. هم جدود لويس قرابين لينا حدانا يعني نتمشاو على رجلينا حداهم في البلاصه نهار كنا بعيدين عليهم ساكن كانوا كيخمموا هاد القضيه. قالت لك غادي يجيو هنايا ان شاء الله كل نهار غادي يوليو يجيو هنايا ان شاء الله. يا حيت واحد الكلبه حيت كنا اصدقاء ديال واحد عمتها وعمها مسكينه مات واحد الكليبه صغيره وراه الى الشوا بحال كتبان بحال شي واوا خوت ولا شي يلاه توفات ليها مسكينه 15 عام يعني هما ما عندهمش الاولاد كانوا حاسبينها هي اللي بحال بنتهم بحال بنتهم كانوا حاسبينها ومسكينه مات ليهم. بقات فيا عمه مرت عم لويز بقات فيا بزاف صراحه وعم لويز هو بدا يبكي لحقاش 15 عام الاصدقاء راه بزاف. المهم الاصدقاء هادشي اللي كاين في الدار شرحنا لكم اي تو ذيم ذات وين ذا وود ستاف اون ذا فلور because of Amira as well. It's her asthma and stuff like that. Yeah, and it's easier to clean, especially when she started wanting to paint and stuff. Yeah, like that. Yeah, it's easier to clean, especially when she started wanting to paint and stuff. Yeah, it's easier to clean, especially when she started wanting to paint and stuff. Yeah, it's easier to clean, especially when she started wanting to paint and stuff. Yeah, it's easier to clean, especially when she started wanting to paint and stuff. Yeah, it's easier to clean, especially when she started wanting to paint and stuff. Yeah, راكم عارف كتجي يا ذاتس ذا مين يا ذاتس ذا مين هادشي اللي قالت لك حتى قالت لك هذا هو الاهم في هاد الامور. We will have rugs but they will be thick so the dust can't hide inside them. Yeah. Like and they told him that I'm gonna put the carpet just on the stairs and then the landing. Yeah, just so it stops the noise. Yeah, يعني كيف قلت لكم اصدقاء راه عرفت الويس قررنا غادي نحطوا غير الموكيطات في الدروج وفي ذاك الباص الصافي اما كل شيء غادي يدوز بالعود ان شاء الله. كنتمنى هادشي اللي كاين اللي ورينا لكم كل شيء ان شاء الله. الفيديو الجاي غادي نهضر معاكم باغي نبقي مخربط في الاصلاح اش من ديزاين باغي ندير اش من صباغه باغي ندير ان شاء الله. الفيديو الجاي غادي نوريكم غير الصالون وعطيونا الاراء ديالكم وغادي نشوفوا حنا في الكومونتيرات ناخذوا افكار ديال الناس لحقاش راه حرنا ما عرفناش كي غنديروا الاصلاح راه صعيب صراحه. عطيونا افكار وانا ان شاء الله راه غادي نخدم داك الشاب بوحدي كيف العود راه غادي نخدمو غير بوحدي يعني غادي نحطو بوحدي ان شاء الله. جبنا السيد اللي الموكيطات اللي صعاب ما نقدرش نديرهم العود راه غادي نركبو بوحدي هنا ان شاء الله في الارض. هادشي اللي كاين الاصدقاء شكرا لكم بزاف نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. سلام عليكم.